قصدي يعرف السميدي انا مش عارف الصوصيت ولا الصوصيس. المهم شو قالت الاخوان؟ قالوا لنا زمان من تبغي تشري شي على الوارت ماشي شي على اللي دار فيها تماره. وناس اليوم واش قالوا؟ الناس اليوم قالوا اللي بغى الهوته يشي على الوارته. الاخوان المزاره ديال السي زير عبد الحق الوارته ديالهم راه بيبيعوها. هذه المزاره مجهزه تجهيز كامل وفيها حتى كليان ديالها يعني 20 سنه وهي في هذا المقر هذا. القزار اللي بغى يشري هنايا غير دخل وخدم ما يحتاج والو. تفضل معنا نوريك واش كاين. تفضل. اول حاجه خويا شوف الريدو الكتريك ياك. زيد خويا زيد. حنا هاد فريكو بريزونطوار زيد خويا. هذا فريكو بريزونطوار وكاين كاميرات المراقبه كاين الكليما كاين جدية التلفز. زيد خويا زيد زيد زيد. يعني كيما قلت لكم جاهزه تجهيزات. هذا فريكو هذا مخدوم على اليد. زيد خويا عندنا هذا ميزان ديال الحمولة الثقيلة يعني 100 كيلو الفوق وكاين الميزان الصغير. عندنا هذا المنشار. المنشار راه من نوع رفيع طاليان يعني القزار راهم يعرفوا الماركة ديالو. زيد خويا عندنا هذه ماشية ديال الكفتة موبا. هذه الريسة ديالها راه من داخل فاست سميتو يعني راه باينة الماركة ديالها باينة معروفة. عندنا هذه ماشينة ديال الكفتة ديال البودان والصوصات الصوصات ولا الصوصات. المهم هذه الكفارة ديال الله 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 هذا المنشار. عندنا هذا فران ديال البودان ياك يعني وكاين العلاقات كاين العلاقات كما كتشوفوا. وعندنا هاد الماشينه ديال السلوفان بها كتأمبالي الحوايج اللي غادي يمشي اون بورتي. ها هو حتى السلوفان ديال الباكو القزاله يعرف السميه ديالها ما نش عارف. واللي مازال ما المعلومات غنخلي لكم رقم الهاتف ديال الاخ ديالهم اللي مخلي الوكاله ياك هو يوضح لكم كل شيء. تبارك الله عليكم خوت واجي نوريكم الموقع. بالنسبه للموقع راه في الخلف ديال محكمه الاستئناف سابقا اليوم راه ولات قضاء الاسره. نخليو على الدور ديالنا نوصل هاد ستوب. هذه هي شارع الدرفوفي. نخليو السيره ديال الجديده ادروات لا سيتي فرونسي اغوش ندخلو مع هذه اللي سميتها زنق بركان. تمشى واحد 200 متر تقريبا لقاو المزارات الزيري بالجانب ديال شركه دي ان اكس الشركه اللي كتبيع المواد الطبيعيه. وانفاس دي ان اكس كاين ريستورون دوفا معروفه. السلام عليكم.